أما هلأ نور وصلنا لمحطتنا التالية، ويمكن الكثير من البيانات الشخصية خلال حساباتنا على المواقع المختلفة تتعرض للهكر مثل ما بيقولوا، إضافة للبيانات الرسمية الخاصة أو البنوك والشركات والمؤسسات. بشكل عام كل هاي البيانات موجودة على الشبكة، ومهما بلغت درجة الحماية ممكن تكون معرضة للاختراق. اليوم رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع وأسس وجود البيانات على شبكة الإنترنت وسيطرتنا والحماية عليها مع ضيفنا طالب قسم الهندسة المعلوماتية شريف صالح وصاحب مشروع التشفير المرئي لخصوصية البيانات وفئات الأمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن فكرة المشروع، شو هي وكيف إجت الفكرة وقديش فعلا هيدا المشروع مهم اليوم؟ تمام. هلأ كبداية الفكرة، هي صاحب فكرة المشروع المشرف علي كان دكتور بسيم برهوم والدكتور مهيب النقري، هن صاحبين الفكرة. الفكرة بما فيها أنه دائما أنا عندي بأي سيستم بأي نظام في عندي درجة حماية، وكل ما تطور، يعني كل ما تطورت المعلومات هي كل ما ارتفع المستوى، زاد مستوى الامان زاد الهكر. فهون تجي الفيجوال كريبتوغرافي، هي تختص بتشفير الصور، يعني تحديدا بتشفير الصور. الفكره بما فيها انه في شخص طلع بال 1994، كانت الفكره انه بده يحط خوارزميه انه يوصل لتشفير الصور قد ما حسن. فكانت الفكره انه من اثنين مثلا لاثنين، هو بلش فيها كانت 2 لـ 2، كان عبارة عن صورة يجزئها لأكثر من جزء، إما 2 2 أو 3 3، ويوزع هالمفاتيح يلي هي جزئها لعدة طلاب أو عدة أشخاص. فلترجع تفتح بدها هالخمسة أو هالأربعة يلي هو العدد إن بدها تكمل. هون صار في مشكلة إنه أنا إذا في شخص عندي انفقد أو شخص سافر أنا في عندي نقص، فهون أنا هي ما بتكفي. فهو طور من الخوارزمية سواها من إن لكي، من إن لكي إنه أنا الإن عندي رقم 5 مثلاً، كي أصغر بين الصفر والخمسة. هاي الفكرة بكل بساطة. طيب شريف، خلينا نحكي اليوم، قلنا أنه أنت عم تشتغل على مشروع التشفير المرئي لخصوصية البيانات وفئة الأمان. تمام. عناوين تبدو أنه هي واضحة، ولكن هي كتير اختصاصية. تمام. وكتير بدها شغل، وأيضا بدنا نشرحها للناس بشكل عام. شو بنقصد بتشفير المعلومات والخصوصية؟ وخصوصا قلنا بالبداية ممكن يكون عم نحكي عن بنوك، ممكن يكون عم نحكي عن حسابات خاصة، أو حتى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. هلأ كفكرة فكرة عامة، التشفير هلأ هو أنا اللي بشتغله فيجوال كريبتوغرافي. هلأ علم الكريبتوغرافي هو يعني أعلى مستوى، هو فرع من فروع الرياضيات أصلا. تمام. نحن بأي مؤسسة بأي هي يكون عندي في انكريبشن، يعني في انكريبشن مثلا الباسورد أنا بدي أبعتها للسيستم بده يرد لي، مثل ما أدخل لوج إن على حساب فيسبوك أو أي حساب بنكي، دائما في انكريبشن حوالي النظام. كريبتوغرافي هي الخوارزميات العامه، يعني هي انا السيستم انا بدي احط له خوارزميه مثلا، ضمن هالسيستم في متطلبات بحط له خوارزميه رياضيه. لهيك اسمه التشفير المرئي. تمام. يعني بيكون في شفره معينه لحتى هو خاص، هو التشفير المرئي خاص بالصور. صحيح. تمام. انا دائما انا فيني اشفر نصوص، انا في عندي الاي اس، في كثير خوارزميات الام دي 5، هذول مختصين اكثر بتشفير ضمن الهاسكي، انه في مثلا ارقام ومحارف بشفرها انا ببعتها بتتشفر اما على الطريق او بطريقه معينه. هي الفيجوال كريبتوغرافي هي على سبيل المثال انا في عندي مثلا بنك سيستم، بدي ابعت مثلا 1000 ليره سوري لشخص معين، انا بدي اضمن انه هالالف بدها تروح للشخص، ما بدي حدا على الطريق بيكون مثلا عدل عليها. تمام. فالفيجوال كريبتوغرافي هون حمايه، يعني كثير ادفانس. تمام. انه يضمن لي انا اذا ببعت هالالف بتروح الف، ما يتم اختراق. تمام. يعني قديش فينا نقول ممكن هيدا المشروع يدخل بضمن المجالات؟ شو هي البنوك، الشركات الخاصه، ممكن يدخل ضمن نظام المؤسسات الحكوميه مثل ما بنعرف، لانه هي فيها كم هائل من البيانات والمعلومات. تمام. هلا هو داخل في كثير مجالات. هلا البرايفسي انفورميشن، يعني المعلومات الخاصه فيني، البانكينج سيستم، في كثير له اختصاصات، بس هو يعني سبيسيفيك ضمن، يعني اكثر شيء ركزوا عليه على البنوك، لان هون دائما انا في عندي ارصده، في ارقام، فهون في خطر اذا في تم تعديل مثلا مبلغ راح انا حولته من بلد لبلد، صار في تعديل عليه لشخص ثاني او نقص المبلغ او زاد، فهون في مشكله كبيره. فتم التركيز على يعني هي النقطه المعينه. نعم.
طيب خلينا كمان نسألك شريف، يعني كثير من الناس بتسأل هل نحن قادرين نستخدم هاي التقنيات أو نطور تقنيات بالحماية على أمورنا الخاصة؟ يعني ممكن بالشركات ممكن نقدر نحصر الموضوع، بيكون في سيرفر أساسي بالشركة بتم بناء جدار حماية خاص فيه إذا أنا عم بحكي معلومات صحيحة، بينما بالأمور اللي هي بتتعلق بالسيرفرات الخارجية بالمخدمات الخارجية نحن فقط مستخدمين عليها مثل واتساب فيسبوك تويتر ما إلى ذلك من الشركات الكبيرة، نحن فقط مستخدمين لهي التطبيقات، مدى دقة قدرتنا على صناعة حماية خاصة فينا على هاي المواقع؟ هلا أنا اختصاصي software engineering، يعني هذا مجال information security بحث، يعني أنا عم بحكي ضمن أنا طبعا اشتغلته وضمن أنا البعرفه، يعني شغلات basic. هلا دائما انا اذا في عندي بيانات خاصه انا ما يفضل انه ما برفع الانطلاقه هلا حاليا في للكلاود، كلاود كومبيوتينج، دائما انا بخزن على سحابه عندي المعلومات. هلا انا اذا معلومات برايفت وكثير، يعني مثلا حساسه لجهه حكوميه او لبنك سيستم، انا يفضل ما بخزنها على جهه يعني كلاود سيستم، يفضل يعني هذا دائما. انا باخذ عندي مثلا سيرفر خاص فيني وبخزن عليه البيانات. هلا مثل واتساب فيسبوك هي يعني ما لنا سيطره عليها، ودائما انا البيانات مثلا الحساسه عندي ما برفعها، ما برفع للجهات لان ما بضمن. هلا هن عندهم مستوى السكيورتي كثير عالي، يعني هذا الشيء يعني ستاندر، يعني ما حدا يقدر. احيانا بنشوف رغم كل الحمايه مثل ما قلنا قديش كانت عاليه وقديش في سريه وقديش فعلا هيدا المشروع التشفير بيكون حامي، قديش فينا نضمن هيدا المشروع يكون فعلا بيحمي من آفة الهكر اللي هي منتشرة بشكل كتير كبير، واحيانا بتتفاجأ انه ممكن يكون هيدا البنك محصن بطريقة كتير قوية ونوعا ما تم اختراقه من قبل مجموعة من الهكر هن مبرمجين وعارفين تمام ودارسين جميع التفاصيل والبرامج يعني القوية. تمام. هلا دائما انا مثل ما حكيت انه بالبنك سيستم عم يكون في سيرفر خاص بالبنك، بس انا هذا الشيء يعني ممكن عادي اي حدا يكون متنصت على الشبكه فينه يوصل المعلومات. فتجي هي الخوارزميات. هلا الخوارزميه الستاندرد المستخدمه اللي هي الاي اي اس يعني 256 بايت، تجي الفيجوال كريبتوغرافي مدعمه معها، يعني هلا حاليا 2021 عم يتم استخدام على الكلاود كومبيوتينج، عم يتم تجربه الفيجوال كريبتوغرافي باضافه انه انا بضيف مفاتيح، يعني انا مو بس انه فيجوال كريبتوغرافي لحاله ما بيمحي هذيك الخوارزميات، اكيد في الى مستوى امان وفي تمام يصير دمج للخوارزميتين، انا بدخل كي انا يكون كي مثلا كي طويل او انه سكيورتي عالي، وبنفس الوقت انا يكون عندي في امج بيتم دمج هي الصوره مع هذا الكي، فهون انا بحصل على مستوى امان كثير عالي. هي الصوره هي ما بتتخزن على يعني داتا بيس، يتم خرق رغم يعني عم تشوف حالات او تسمع حالات انه ممكن لو كان هذا المستوى جدا عالي ممكن يتم خرقه نوعا ما. تمام. هلا هو دائما مجال معلوماتيه كل ما في اشخاص بالطرف الثاني يعني بيحسنوا يوصلوا يعني من خلال الدراسات، يعني ما في شيء، يعني احنا دائما ما بنوصل لحاله 100%. صحيح. نوصل لاقصى درجه ممكن نوصلها. الفيجوال كريبتوغرافي الميزه فيه انه انا الصوره مثلا جزئتها لخمسه بوزعها على ديستريبيوت الداتابيز. انا اذا الهكر بده يتنصت مثلا على وحده اثنين ثلاثه، هلا ما فينه يتنصت، لو تنصت على الكل ما فينه يرجعها، فهون تجي قوه انه هي الخوارزميه انه انا بوزع على ديستريبيوت الداتابيز، ومن تم الاستعاده انا ابعث لكل شخص انه هي اللي اجتني من عندك، دخل لي هذا الكي المعين. فالطرف الثاني من يدخل الكي المعين السيستم انا عندي انا انه اجى حاله قبول من الكل، فهون يعني هي الطريقة اللي بيتم العمل عليها. طيب بما انه نحن اليوم عم نحكي هيك بشكل تفصيلي، ويمكن المشروع اللي عم تشتغلوا عليه قلنا بينفع اكثر للشركات وللبنوك وللامور اللي هي قادرين على السيطرة فيها، خلينا نحكي عن آلية هذا التطبيق او المشروع، كيف ممكن تتنفذ وقد ايه ممكن نستفيد منها على ارض الواقع، المجالات اللي ممكن تنفذوها فيها بسوريا يعني. تمام. هلا هو هلا هي برا هي قيد التطبيق، مثل ما حكيت على كلاود كومبيوتينج بشكل انا هي يعني هلا 2021 عم تتطبق. هلا ضمن هون اكيد بتتطبق الخوارزميه، يعني بدها حدا خاص، يعني ما بقول انه مثلا هي الخوارزميه ستاندر، يعني هي هو مجال مثل ما حكيت انفورميشن سكيورتي بده يكون حدا كثير ادفانس فيه، يعني دائما مجال السكيورتي خطر، يعني اذا ما يكون مشرف عليه انه على السيستم ديزاين والهي بده يكون حدا خبير. الفكره اكيد بتتطبق لانه هي قيد التطبيق برا، ما دام عم تتطبق برا وعلى مستويات يعني معروفه وموجود اوراق بحثيه يعني لليوم، اكيد بتتطبق على مستوى البنوك، على مستوى المعلومات الخاصه انا في على الايكومي سيستم، انا اذا بدي اتسوق الكترونيا انا شو بيضمن لي انه
هي ما بيتم مثلا تعديل، ما بيتم خصم من الحساب، شغلات يعني، فاكيد بتطبق، ما في شيء ما بيطبق. وبيطبق ضمن ظروفنا الحاليه يعني، ضمن نحن عم نقول نحن بحصار اقتصادي نوعا ما، وعندنا عقوبات قاسيه، فهيدا نوعا ما التطبيق فينا نطبقه بشكله العلمي بشكل كامل على جميع فينا نقول البنوك والشركات، وممكن تتعامل مع الطرف الاخر برا ما يكون في عليها مشاكل. لا لا هلا ما في مشاكل، هي يعني هي خوارزميات تنبنى من الصفر او يصير من اوبن سورس، يصير انتجريشن او هي، طبعا هو ما في هلا اوبن سورس، هي كثير مجال يعني هو ضئيل يعني، حتى الشغل ضمن هالمجال ما في يعني، انه قصدي انه ما في شيء على العلن، كله عم يشتغلوه ابحاث وعم يطبقوه لمشاريعهم الخاصه بعدين لتنزل نحن على، اكيد بيطبق على يعني يطبق على البنوك على اي شيء. نعم، كمان خلينا نحكي شريف، اليوم كثير في مشاريع عم تنوجد بكليات الهندسه من اجل طبعا تطوير هذا المجال المعلوماتي وخصوصا بسوريا، وفي مشاريع رائده، هل في امكانيه، في ناس كثير سالت انه في غير دول او غير بلدان استطاعوا انه يعملوا تطبيقات خاصه فيهم لحتى طبعا يحموا نفسهم من شبكه الانترنت، هل نحن قادرين نعمل لنا تطبيقات خاصة شبيهة بفيسبوك واتساب ما إلى ذلك، يكون سورية وبالتالي يكون في عليها رقابة، وبنفس الوقت الشخص بيقدر يحمي نفسه إذا تعرض لهكر أو تعرض لشيء بيقدر يحاسب الشخص، وخصوصا نحن عم نشوف كتير قصص تعديات عم تصير من خارج البلد، فبالتالي ما بيقدر الواحد يعمل شيء. تماما، هلا أكيد فينا نعمل هيك شيء يعني، ما إنه شيء مستحيل، مثل ما برا عم تنعمل هون، بس مثل ما حكيت انه هي بدها يعني بدها حدا يعني، اكيد في عندنا خبرات، في عندنا عقول، في عندنا يعني في من كل المجالات، فشيء يعني عادي بيطبق على ارض الواقع وبكل بساطه يعني. انت متخرج جديد من كليه الهندسه المعلوماتيه، ودائما يمكن سلمى مستضيف طلاب متخرجين جديد عندهم مشاريع مهمه ومشاريع نوعا ما بتقدر تواكب الواقع وبتقدر نستفاد منه، عم نتفاجأ بكميه المشاريع والمواهب الشابه. شو في مشاريع اخرى كانت للشباب عندكم بالكليه ملفته لرفقاتك؟ تمام، هلا كان اكيد هي الفصلين هي السنه اللي قدمت فيها المشروعين كان في مشاريع كثير حلوه، كان في مشاريع من ضمن مجالات كثير يعني متقدمه، ضمن مجال اي اي ماشين ليرنينج، كان في مجموعه من الاصدقاء كانوا شاغلين ديب ليرنينج، كان في ان ال بي معالجه لغات طبيعيه كان بسريتيل، كانت موجوده ضمن سريتيل، كان في كثير مشاريع حلوه، ومع مع السنين ان شاء الله بتكون مشاريع احسن. ان شاء الله ودائما بنشهد تطبيقات ومشاريع مهمه تخدم احتياجاتنا بالبلد. شكرا كثير لوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا، نتشكرك اكيد لوجودك معنا، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب ومشاريعهم المهمه اللي فعلا نحن بنعتز وبنفتخر فيهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم كثير.